حكمة جلية مفادها أن العمل عبادة، وحال العمال في عيدهم تلخصه هذه الصورة: عطالة وحسرة على إيجاد فرصة عمل. فعذرا لعيد العمال العالمي هنا في محافظة صلاح الدين إذا استقبل بما معناه عيد بأي حال جئت يا عيد. أنا عمري 84 سنة، لا راتب لا رعاية لا أي شيء، عليك يا الله هذه ديات. يعني بالعمر هذا اللي نقعد هنا بالمصدر وما عندي حتى رعاية؟ ما عندي. يوميا نجي نثر 3000 دينار من هنا، بنرقب شيء نجي النهار نشغل الأسبوع قاعدين، ولا شغل ولا عمل، عطالة بطالة، ولا راتب لا شيء، لا شياتي لا يفعل يصدون علينا وشوفونا بشغل، لا فرص عمل لا شيء. وعلى الرغم من وجود الشركات والمعامل كمصفات بيجي وغيرها، إلا أن الاعتماد على اليد العاملة المستوردة وتبنيها وترك اليد المحلية زاد من معاناة العامل وشقوة معيشته. لذا فقد طالبوا النظر في حالهم من قبل الحكومة ليستشعروا عيدهم كما هو لعيد العمال في أنحاء العالم. أجمن بيجي من الساعة بالستة للساعة بالأربعة الخمسة العصر ماكو شغل. يجيبون شركات من خارج العراق، اجانب يجيبون انجليز، احنا هنا قاعدين بالمصدر ما شغلونا. شنو ذنبنا احنا؟ لفتم شنو ذنبنا؟ الله وكيلك، احنا ناس عطاله بطاله ورانا اجار ورانا. ليش هاي الشركات؟ بس سؤال، ليش هاي الشركات ما تشغلنا احنا؟ ليش تجيب ناس اجانب واحنا ما نعرفهم؟ قاعدين هذا وشوف شوفت عينك انت، صور نطالب بحقوق ابسط الحقوق، يعني راتب مال رعايه، الشركات تستقبلنا وتشغلنا وياهم. معاشنا الاجانب احنا ولي التكليت والله موتين، نحكي لك اياها، لا شغل ولا عمل، جزاكم الله خير. اطالب محافظ صلاح الدين، اطالب رئيس الوزراء ان يسوون لنا حل. يا اخي ابسط ماكو رواتب رعايه، ما نريد احنا لا نتزنقل ولا نريد، يعني نريد نعيش عوايلنا لا اكثر ولا اقل. والله يا عم احنا ما جايين، يعني نريد احنا عمال، هنا شغل ماكو غير، يعني اذا شغل ماكو، يعني ما واحد ما عنده راتب يعيش عائلته، منين نجيب؟ هو الأول من آيار من كل عام، إذ يحتفل العالم بعيد العمال كتأكيد لما للعمل من قيمة وما له من دور في بناء وتطوير أي بلد. فهل من متذكر لهؤلاء العمال ومنتشل لهم من قاع واقعهم؟ من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.